الرحيم، معكم حرش هشام الفائز في المسابقه ديال سامسونج كون توين كونين بلينس اللي كانت درت على راديو شدا اف ام في برنامج شدا الاسره. انا اليوم هنا في المقر ديال شدا اف ام باش نسلم الجائزه. كنشكر سامسونج توين كونين بلينس بزاف على هذه المبادره الطيبه، وكنتمنى تكون وتعاود مرات كثيره ان شاء الله. الحمد لله الجائزه جات فوق شاب، وكنشكر بزاف سامسونج توين كونين بلينس، وما ننساش ايضا الشكر لراديو شدا اف ام، والله يجيب شي جائزه اخرى ان شاء الله، الله يدخلنا بالصحه والسلامه ان شاء الله.